السلام عليكم. في اجتماع لجنة أممية قبل أيام طرح قرار يدين حالة حقوق الإنسان في إيران، فكانت نتيجة التصويت انعكاسا لحالة الشتات التي تعيشها الدول العربية. صوتت اليمن والبحرين والإمارات فقط إلى جانب المملكة، ورفضت القرار أربع دول عربية، بينما امتنعت عن التصويت 10 دول عربية بينها مصر والسودان والأردن الشريكة للسعودية بالتحالف العربي. إذن يبدو أننا أمام تحالف عربي برؤية غير موحدة إزاء الأخطار الاستراتيجية. في المقابل يمضي المشروع الإيراني في المنطقة بخطى واضحة، نستطيع القول إنها أصبحت شبه مسيطرة على المجال العراقي والسوري واللبناني، بالإضافة إلى نفوذها القوي في البحرين وما حولها، ومن جنوب الجزيرة نفوذ عبر تحالفها مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. لكن التساؤل المهم، أين المشروع العربي إزاء كل هذه المخاطر الوجودية؟ مراقبون يقولون إن الإجابة الفعلية على هذا السؤال يجب أن تكون من اليمن، إذ يفترض أن التحالف العربي قد قطع اليد الإيرانية في البلاد التي تعبث بها وبالمنطقة منذ أعوام. لكن لماذا لم يحدث ذلك إلى الآن؟ هذا ما سنتساءل عنه في هذه الحلقة، بالإضافة إلى تساؤلات حول هل لا زال التحالف تحالفا على الأرض أم بروتوكولا لا يتعدى اجتماعات الرياض؟ هل تكون اليمن عقدة الحل أم عقدة المنشار في المواجهة بين المشروع العربي والمشروع الإيراني؟ أعزائنا المشاهدين، نشاهد هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. إجماع أممي ضد انتهاكات إيران لحقوق الإنسان. القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية حصد 83 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا وامتناع 68 عضوا عن التصويت. لكن ما أثار استغراب الكثير من المراقبين أن المملكة وبعد 3 سنوات من تأسيسها هذا التحالف فقدت الكثير من أركانه، وهو ما كشف عنه التصويت الأخير، إذ رفضت القرار كل من عمان والعراق ولبنان وسوريا وباكستان، بينما امتنعت عن التصويت 10 دول عربية هي مصر، الكويت، الجزائر، الأردن، المغرب، الصومال، السودان، تونس، ليبيا وقطر. فيما صوتت لصالح القرار 4 دول فقط هي السعودية، الإمارات، البحرين واليمن. امتناع هذه الدول عن التصويت لقرار عربي ضد إيران يثير تساؤلات كثيرة حول طبيعة التحالفات الفعلية في المنطقة، لا سيما وأن الدول المذكورة يفترض أنها حليفة المملكة وداعمة للمشروع العربي ضد النفوذ الإيراني. اليمن نقطة البداية ومربط الفرس، إذ يرى مراقبون محليون وإقليميون أن عدم حسم الملف اليمني لصالح التحالف والشرعية يلقي بظلاله على المنطقة، ويظهر عدم قدرة التحالف على خوض معارك إضافية سواء في لبنان أو غيرها. الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي حذر المملكة من فقدان حلفائها، وقال إنه يجب أن تراجع المملكة سياساتها للحفاظ على هؤلاء الحلفاء. يرى متابعون أن الأحداث في اليمن وفي المنطقة لا تسير لصالح التحالف العربي، بل لصالح المحور الإيراني الذي يعرف بدقة ماذا يريد. بينما يتوه العرب في متاهات العداءات البينية الضيقة على حساب رؤية واضحة لتعزيز المشروع العربي ومواجهة المشروع الإيراني التوسعي الذي يسيطر على مناطق استراتيجية في المنطقة. إذن مشروع إيراني يعرف ماذا يريد مقابل مشروع عربي لا يزال التوهان أبرز ملامحه، توهان يدفع اليمنيون اليوم فاتورته من دماء أبنائهم وقوت أطفالهم. وفيما لم يتم حسم الملف اليمني كليا وهزيمة المشروع الإيراني فيه، فستلتهم نار فارس المنطقة بأكملها، وللتاريخ دروسه وعظاته. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلي الآن، الأستاذ أيمن نبيل الكاتب والباحث من برلين. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا وغيالا وسهلا، حياك الله. إذن أيمن، دعنا نبدأ ب هذا الحضور الضعيف كما يبدو، أو إن صح التعبير الخذلان العربي، التشتت العربي في مواجهة إيران. قرار أممي لم يكن الحلقة الأخيرة في كشف هذا التشتت، ربما هناك أيضا أشياء أخرى ستأتي في المستقبل. ما تفسير ذلك؟
تفسير ذلك أن لا وجود لشيء اسمه مشروع عربي في مواجهة إيران، هذا لا وجود له. يعني لا توجد استراتيجية عربية واضحة لمجابهة إيران. لو أن هذه الاستراتيجية كانت موجودة لاختلف حالنا كثيرا الآن. ولكن هناك مصالح لكل دولة، وهذه المصالح أحيانا لا تصبح مصالح خاصة بالدولة فعلا، ولكن مصالح أسر حاكمة. وهذه المصالح هي تتحكم بالمواقف، وهذا نتيجة هذا التشتت الآن، التشتت الذي نراه، ويعني اتباع مواقف متنافرة لأناس أو لأطراف تقول أنها دائما على قلب رجل واحد، ولكن هذا مجرد يعني كلام يعني إنشائي لاستهلاك العام. ولكن فعليا لا، يعني هناك حلفاء كانوا تاريخيين للسعودية مثل باكستان، يعني رأينا كيف تقف الآن، يعني تقريبا تقف مع إيران لأن لديها مصالحها، ولأن السعودية لم تستطع أن تجتذب باكستان بصورة جيدة. يعني السعودية تتعامل مع الملف الإيراني أنه ملف حساس، وهو كذلك فعلا، ولكن تتعامل مع الآخرين على أنهم أتباع وليسوا شركاء، وهذا يعني يورث بعد ذلك الكثير من المصائب والمشاكل. طيب، هل هذا المبدأ أو هذه الرؤية في التعامل مع بقية الدول العربية في التعامل مع الملف الإيراني تنم عن رؤية موحدة تجاه كل دولة في الدول العربية، أم أن هناك دول لها طابع الشريك أو لها حيز الشريك ودول أخرى لها حيز التابع؟ طبعا هناك دول كثيرة طبعا في المنطقة تختلف أوزانها. يعني واحد ما يجيش يقارن مثلا دولة مثل البحرين كدولة مثل مصر أو دولة مثل باكستان، يعني هناك فروقات. لكن أهم ما ظهر الآن في هذه السنوات الأخيرة في خضم حرب السعودية المعلنة على النفوذ الإيراني طبعا بين قوسين، كان بزوغ الإمارات كشريك. الإمارات تاريخيا كانت تابع للسعودية في كل شيء، حتى أن الإمارات ذاتها لم تكن لديها أي أطماع أو حتى مطامح سياسية أو نفوذ سياسي في العالم العربي، رغم يعني فائض الثروة الذي تمتلكه. ولكن حاليا عندما احتاجت السعودية إلى شريك يستطيع أن يعني يشيل عنها بعض الأعباء في حروبها وفي حملاتها الإعلامية وفي أشياء كثيرة أخرى، يعني المعركة مع العدو هذا اللي يسموه إيران، رغم أنه المسألة المفروض أنه إيران الموقف منها هو يبقى عداء رسمي، يبقى بس مشكلة مصالح، وإن كان حل هذا، لأن إيران في النهاية ليست يعني مطلقة القوة، هي دولة يعني بالمقارنة بالوزن العربي وبالحجم العربي بالإمكان التوصل معها إلى حلول بسيطة، وإلى حلول يعني واضحة بطرق بسيطة، يعني لا تحتاج إلى كل هذا الجنون يعني وهذا التوتر. ولكن بسبب غياب مشروع حقيقي وتكاتف عربي، هناك طبعا أوزان مختلفة، الأوزان هنا تلعب دور. مصر على سبيل المثال، السعودية حاولت أن تجعلها تابعا، ولكن مع الوقت اتضح أن هذا النظام اللي هو نظام السيسي، رغم أنه فعلا صنيعة السعودية وصنيعة الإمارات، يعني هذا النظام ثورة مضادة، ولكن مع ذلك لديه أيضا طموحاته، لديه سياساته، لديه ارتباطاته، ولم يستطيع أن يفرضوا عليه شيئا. باكستان الآن نفس الكلام، باكستان الآن لديها خوف، هناك أقلية شيعية ضخمة داخل باكستان ولا يريدون الآن أي إشكال طائفي، هناك القاعدة موجودة لديهم ودفعوا أثمانا غالية لمسايرتهم للسياسة الأمريكية والسعودية في السبعينيات والثمانينيات أيام حروب أفغانستان، حرب المجاهدين الأفغان، ويدفعون الثمن إلى الآن ولا يريدون تكرير هذه التجارب بالاستماع أو يعني تكرار هذه التجارب بالاتباع الأعمى للسياسات السعودية ومن ورائه السياسات الأمريكية. وبالتالي المسألة هي مسألة أوزان في المنطقة تختلف باختلاف رؤية الدولة وزنها الديمغرافي والجغرافي وقدراتها المادية. طيب، الآن هناك 10 دول من بينها مصر، السودان، غيرها أيضا من دول شريكة في التحالف العربي أحجمت، امتنعت عن التصويت ضد القرار. هذا يعني يعطي دلائل أو مؤشرات قوية على أن هذا التحالف العربي الذي يمكن القول أنه بذرة أو شكل من أشكال المواجهة لهذا المشروع، ما يمكن أن يسمى مشروعا مقابلا للمشروع الإيراني، يبدو أنه أيضا بات في إطار التفكك، أليس كذلك؟ صحيح. طبعا كان شوف، علينا هنا الآن أن نثبت نقطة. منذ إعلان هذا التحالف في عام 2015 كان واضحا أن هذا التحالف ليس تحالفا حقيقيا، يعني لا يمكن أن تجمع أنت 10 دول بكل هذه الاختلافات بينها، هناك اختلافات شاسعة، يعني مثلا بين السودان مصر هناك إشكالات حدودية بين البلدين، هناك إشكالات مثلا قطر معروف أن لديها كان احتكاكات معينة بدول الخليج أجمعها، هناك يعني هناك باكستان مثلا، باكستان لديها موقف واضح من التدخل البري،
يعني هي مع التدخل البري فقط للدفاع عن الأماكن المقدسة كما يعني يقول الخطاب الرسمي الباكستاني. يعني كلنا كنا نعرف أن هذا التحالف هو مجرد غطاء. القوة الحقيقية الموجودة فعليا هي القوتان السعودية والإماراتية. المطلوب كان فقط من مصر، مصر طبعا رفضت الدخول البري ولكنها قامت ببعض يعني ببعض الأعمال الخاصة في البحر الأحمر يعني لمنع تهريب السلاح، وهذا أيضا أمر مشكوك فيه. في نهاية الأمر هذه أنظمة فاسدة وأنت لا تستطيع أن تتحكم بسياسات هذه الأنظمة الفاسدة. هناك ضباط فاسدين، هناك رشاوي، هناك يعني مسألة صعب جدا أنك تسمي هذا تحالف. التحالفات تقام على أساس استراتيجي، وهذه الأنظمة منذ يعني 30 سنة و40 سنة على الأقل لم تظهر لنا أن لديهم استراتيجيات واضحة للمدى البعيد تخص المصالح الاجتماعية، المصالح الكبرى، يهتموا فقط مصالحهم كأسر حاكمة. الآن بعد ذلك التحالف أيضا هذا، يعني على سبيل المثال نأخذ دولة مثل السودان. السودان كانت لديها علاقات ممتازة مع إيران، وإيران كانت لديها أيضا مصانع سلاح موجودة في السعودية. ونتذكر جميعا أن إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت السودان أكثر من مرة بسبب وجود هذه المصانع، ولكن السعودية حاولت رشوة السودان ببعض المشاريع، طبعا المشاريع العملاقة خاصة في الزراعة، ولكن هذا لا يكفي، وخصوصا أن السودان الآن ترى أمامها أن السعودية ليست تلك القوة وأن هناك تفكك داخل الأسرة الحاكمة ولا أحد يعرف ماذا سيحصل يعني في المستقبل. وبالتالي هذا التحالف كان منذ البداية يعني ولد ميتا منذ البداية. طيب أرجو أن تتفضل معي بالبقاء أستاذ أيمن. ينضم إلينا الآن الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان من الرياض. أهلا بك سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وضيوف الكرام والمشاهدين، حياكم الله. إذن سيادة اللواء دعنا نبدأ من الحديث عن موقف الدول العربية الأخير من التصويت بداخل الأمم المتحدة حول مشروع قرار لإدانة إيران، وهذا القرار بعد ذلك ما الذي حمله من دلالات بالنسبة إليك؟ والله شوف، أنا شخصيا يعني المنظمات الدولية بعد يعني خلينا نقول ليس كثرة الصراعات ولكن المواقف الصعبة لا أستطيع أني أحملها أكثر طاقة من طاقتها. هي بالمفهوم العام منظمات مسيسة، من يدفع أكثر أو من يعني يحاول أن يتوجه في غير ما هو التوجه العربي بأكمله والإسلامي تتماشى معه. لمسنا هذا في عدد من وكذلك المصالح خاصة من المنظمات الأممية. لكن هذا القرار يعني مشي بموافقة غير عربية وغير إسلامية بشكل أو بآخر. لا بس أنا أعطيك على رؤيتي في هذه المنظمات مفهوم. التي يعني عندما تريد أن تمرر قرار تمرره، وعندما لا تريد بطريقة أو أخرى تفعل ذلك. فلا يجب أن نعول على هذه المنظمات كثيرا، إنما هي موجودة يعني لا شئنا ما بأنا أما بينا لابد من التوجه التعامل معه مفهوم في هذا الطريق مفهوم. وأرجع أنا أقول للنقطة الأولى إنه الصراعات مثلا الآن الصراع الحوثي ضد الحكومة الشرعية، أصدر هنالك قرار واتخذت قوات التحالف تشكيل مجموعة من الدول وذهبت إلى هذا العمل العسكري، وفي نفس الوقت تجد هذه المنظمات الأممية تنتقد الجهة التي ذهبت بالشرعية. قرار 2216 صحيح هو لم يحدد بتفاصيل الأمور بقدر ما أنه هنالك يعني تصريح دولي أممي بإخراج الانقلابيين وإعادة الشرعية، وفي نفس الوقت تجد من هذه المنظمات من يدين التحالف ويؤيد الانقلابيين. خلينا نأخذها على سبيل المثال، إطلاق الصاروخ، بلاش خلينا عشان لا تقول إني أتكلم على مدينة الرياض، لا نتكلم على الوضع الإنساني في اليمن. الوضع الإنساني في اليمن كارثي مفهوم. بكل المقاييس يعني المركز الملك سلمان دفع إلى تقريبا 9 مليار دولار لمحاولة سواء مساعدات طبية مساعدات لوجستية مساعدات غذائية.
سيدة اللواء دعنا أكثر حول يعني نحن فهمنا الموقف الأممي الآن، أنا أركز أريد التركيز في هذه النقطة على موقف الدول العربية من التصويت، ممن امتنع من هذا القرار ومنهم ضد هذا القرار الأممي الذي بالأخير مر في نهاية المطاف. بالضبط، بس أنا أقول لك أنه هذا الدول التي رفضت القرار مثلا بنوع ما إدانة حزب الله، أو أنه مثلا نقول أنه إيران دولة راعية للإرهاب، أو خلينا نقول أن هذه الجماعات الميليشاوية، وفجأة طلعت لك دول عربية تمتنع عن التصويت، وفي نفس الوقت نجد أنه دول غير عربية أيدت هذا التصويت. مثلا هنا النقطة اللي أنا أتكلم عليها، أنه هذه المنظمة هي ليست منظمة فعلية يجب أن يعتد بها فيما يخص الصورة النهائية لأي قرار يتخذ، هي مصالح. ألا يحمل الأمر مؤشرات بالنسبة للتحالف العربي، بالنسبة للدول العربية والموقف العربي والبيئة الداخلية العربية في مواجهة ما يقال إنها مشاريع إيران العابثة بالمنطقة؟ نوعا ما يؤدي لك أن هنالك انقسام. يعني اليوم إحنا في اجتماع وزراء الخارجية وسمعنا بعض الكلمات، وصحيح صار في تأييد نوعا ما، هو حاجة مكررة أنه والله إيران دولة كذا وكذا، ولكن من هم الحضور؟ هل فعلا يعني اكتمل النسيج العربي وناقش المشكلة بأكمل وجه؟ لا، هنالك انشقاقات. نعم هنالك انشقاقات واضحة، وهنالك تفتت واضح في المنظمة العربية بأكملها. ولا أنا ألوم دولة بحد ذاتها تتصرف بهذا التصرف، بقدر ما أنا ألوم القيادات العربية بحد ذاتها. القيادات العربية سيدي الفاضل سمحت لهذا الانشقاق أن يتسع، وأن تبتعد الرؤى العربية بعضها عن بعض. إن شئت سمها لأسباب اقتصادية، إن شئت سمها لأسباب دينية، إن شئت سمها لأسباب تاريخية. يعني مثلا أنا أعطيك جمهورية مصر العربية الشقيقة ترى بأنه أمنها القومي يتحدد في أنه والله سوريا يبقى النظام كما هو، ولا تنجرف مصر مع التحالف الدولي لمحاربة النظام السوري. هذا شيء بينما هي تعمل مصر يعني كدولة شقيقة كبرى لها وزنها الاستراتيجي ولها ثقلها الاستراتيجي، تعمل مع قوات التحالف العربي في الصراع اليمني. هذا تناقض، وفي نفس الوقت تجد أن سوريا نفس الصورة، هنالك حاكم ظالم أباد شعبه، هجر شعبه، فتح الأبواب للملالي، أدخل الحسينيات، أدخل الطائفية المذهبية، عمل على شق الصف العربي، وتدعمه مثلا الحكومة المصرية بحجة أنه والله أمنها القومي. نفس الوقت تجد العراق مثلا الآن يقول لك والله إحنا أمن سوريا من أمننا الوطني، بينما الحكومة تتحكم في القوات العسكرية بألا تذهب للصراع في سوريا، وفي نفس الوقت تجد أنه يتغاضى عن ميليشيات الحشد الشعبي وهكذا للقتال. هذا انقسام في المجتمع العربي واضح. طيب هذا التناقض في الموقف مثلا من مصر كيف يفسر إزاء يعني الشراكة والتأكيد المستمر من قبل القيادة السعودية على أن مصر دولة مهمة في سياق المشروع العربي، وهي دولة مدعومة بشكل اقتصادي كبير من قبل المملكة العربية السعودية وبقية الشركاء في التحالف؟ وهذه نقطة جد مهمة. يعني أنا رأيت أنه كثير من المحللين السياسيين وكثير من المراقبين للمشهد ينتقد مصر في هذا الأمر. لم تحلل المشكلة معه، ولكن الجميل في الشكل أو المشكلة بحد ذاتها، هنالك لابد التغاضي عن أمور والذهاب للأولويات. الآن أمن مصر، لو أتكلم لك على أمن مصر، هل هو في سوريا أو في باب المندب؟ أنا شخصيا يعني رجل لي خبرة بسيطة ويعني متواضعة فيما يخص الأمن المضائق، لا بالعكس، باب المندب من الأهمية بمكان لمصر أكثر من سوريا. لذلك مصر يعني أعطت الأولوية لقوات التحالف ودعمت لو على الأقل موقف سياسي وببعض القوات، واستمرار
العمل أو النسيج التكاملي العربي في هذه النقطة، ولكن هنالك موقف مختلف فيما يخص سوريا. أيضا لا يجب أن ننسى حتى بعض الدول الخليجية. يعني لماذا نحن نتحدث فقط عن دول يكون هنالك يعني في بيننا وبينهم نوع من الاختلافات؟ لا، الدول الخليجية كعمان مثلا، صحيح هي لديها سياسة النائب النفس وترى محاولة أنه يعني لنراقب من بعيد وندعم بما يخدم مصالحنا الوطنية، والأمن مهدد في الخليج، وتجد هنالك يعني نوعا من السياسة الغامضة من العمانيين، وهي من دول مجلس التعاون وهنالك مصالح مشتركة، وهم يعني بمعنى في المجلس منذ أكثر من 30 عام. هذا صحيح، وهذا هو تحدي يواجه العرب. طيب الآن فيما يتعلق بالسعودية سيادة اللواء، خلي أضيف نقطة المغرب العربي. لا معليش، نقطة المغرب العربي، نقطة المغرب العربي لا يجب أن نغفلها. يعني نقطة المغرب العربي واضحة، هناك تباين كبير في الدول العربية في المغرب، حتى على الصراع اليمني اليمني. تجد الدول تدعي أنه والله دول التحالف فعلت كذا وكذا في اليمن، وفي نفس الوقت يعني هي معانا في مصاف يعني اللي مواجهت مثلا خلينا نقول العدو الصهيوني. هذه تناقض، وهذا أنا أؤكد لك أنه اجتماع دول المجلس والدول العربية، أنا كنت أقول أنه اجتماع رؤساء العرب في البحر الميت كان له دور كبير بأنه يوحد، خاصة عندما انضمت العراق والعراق دولة لها وزنها ولها ثقلها في المجتمع العربي. أي نعم في بعض التباين في الآراء، خاصة فيما يخص حزب الله، وفي بعض اليمن، حتى موقفهم في اليمن العراقي يعني لم يكن واضح بشكل. هنالك تباين بين الدول العربية، وللأسف هذا هو حاصل، ولكن بصورة عامة أنا أعتقد الأولويات والمصالح هي التي تلعب دور أكبر في تحديد هذا التعاون. أشكرك إذن الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض على تواجدك معنا. بالعودة إلى الأستاذ أيمن نبيل. أستاذ أيمن نبيل، بالحديث عن الأولويات والمصالح، الآن نحن قناة يمنية نتحدث عن اليمن بشكل أساسي، نتحدث عن الجيران أيضا، السعودية وأولوياتها في الملف العربي، الملف الإقليمي بشكل عام، هل تعتبر اليمن الآن هي رمانة الميزان فيما إذا حلت المسألة اليمنية لصالح المشروع العربي وصالح فكرة أيضا كبعد محلي فكرة الجمهورية والمشروع الدولة الاتحادية، هل سيدفع ذلك نحو توحد أكبر بالنسبة لي وتحقيق أكبر بالنسبة للمصالح العربية بشكل أو بآخر؟ طبعا من ناحية مراقب للوضع أمر مختلف، تعيين المصالح هنا أمر مختلف. يعني الذي أراه أنا مصالح رؤساء كثير من الدول لا يروه مصالحهم، مصالحهم تبقى في أماكن أخرى، غالبا تبقى مصالح خاصة بالنظام. أنا أنظر إلى مصالح الدولة ما هي كيان سياسي فيه مجتمع، وهذا المجتمع له مصالح حيوية، وعموما المجتمع العربي الدول العربية كلها تقريبا لديها نفس المصالح. يعني هناك أيضا محاور، هناك أقاليم، ولكن بصورة عامة إذا كانت هذه الدول دول ديمقراطية وتتبع أساليب علمية في التخطيط وفي صوغ الاستراتيجيات، بالتأكيد سيتوصلون إلى هذه النتيجة. ولكن الآن كمراقب، في حال كانت، لو كان الوضع في اليمن أفضل، لو أن مشروع اليمن الجمهوري الاتحادي كان أفضل، هذا معناه أنه انتصار هذا الطرف اللي هو الحكومة الشرعية ومن يقف وراءه، هذا يعني نجاحا، والنجاح أيضا يجذب هذا، يصبح نموذج. يعني بالتالي يصبح هذا الآن نموذج يجذب آخرين، يقول والله إذا هذه السياسة سياسة ناجعة وناجحة بالإمكان البناء عليها. ولكن العكس هو الذي يحصل. يعني الآن الدمار الموجود في اليمن وهذا التشتت الواضح، يعني واضح جدا أن السعودية تحديدا لا تدري ماذا تفعل في اليمن. يعني الآن المسألة بقت يعني ما يحتاج لها أيضا كثير تحليل. يعني في المقابل ما تقوم به الإمارات، وأيضا هذا محاولة النهش اليمن، يعني محاولة اقتسام كل طرف ما يريد في، يعني الإمارات تأخذ قطاع، حتى عمان أيضا لديها بعض السياسات التي تتبعها الآن في المهرة بهدوء لمحافظة المهرة وتقوم بتجنيس ناس كانوا سلاطين زمان، أي قبل توحيد السلاطين في الستينيات من القرن الماضي. يعني هناك سياسات اقتسامية للبلد،
هذا كله يوضح أن السعودية فشلت، وبالتالي حتى قوتها. يعني الآن لحظة إعلان حملتها العسكرية على اليمن كانت السعودية أقوى بكثير من الآن. في تلك اللحظة ظهر يعني بزغ لكثير من الناس حتى دوليا بغض النظر عن الآمال أن هناك نوعا من العمل التنسيقي العربي الذي افتقدوه كثير من الناس. يعني افتقدوها العرب منذ أيام طويلة، يعني منذ سنوات. ولكن يعني شخصيا هذا كان رأيي منذ البداية، أن هذا لا يدل على أي تنسيق ولا يدل على أي شيء حقيقي. فهمت عليك. لأن الأساسيات لهذا كانت أساسيات ضعيفة، ولكن اتضح أيضا أن الآن المسألة أصبحت أسوأ حتى مما كان الإنسان يتصور. طيب دعنا يعني نفهم أسباب أن التحالف أو السعودية على الأقل كانت أقوى عندما أعلن التحالف العربي مما هي الآن، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ أيمن نبيل. مشاهدينا فاصل ونعود لاستكمال هذا النقاش، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. يعود إلى النقاش مع ضيف الأستاذ أيمن نبيل الكاتب والباحث من برلين. أستاذ أيمن، ما تأثير الأزمة السعودية، أزمة الدول الأربع مع قطر، كذلك هناك النزاعات الداخلية على قرارات، يعني تأثيرها على القرارات في اللحظة الراهنة وعلى التحالفات أيضا؟ هناك تأثيرات كثيرة. في نهاية المطاف طبعا قطر دولة صغيرة، يعني وزنها الاستراتيجي الحقيقي ليس بذلك الأهمية يعني، ولكن ثقلها في الخطاب، بمعنى مثلا الإعلام. يعني عندما خسرت السعودية، خسرت الجزيرة، خسرت يعني الداعم الإعلامي الأكبر. والآن نرى ماذا يحصل، يعني كيف أن الحملات الإعلامية والصورة تغيرت يعني بصورة كبيرة بسبب هذا العداء. الأمر الآخر أنه أوضح أن حتى في هذه المنطقة من العالم، هذا الإقليم الصغير، هذه المؤسسة التي تدعى مجلس التعاون الخليجي، لم تستطع هذه الأطراف أن تحتوي بعض، أن تتعايش مع الاختلافات، لم تستطع أن تفعل ذلك. وبالتالي هذا دلالة لجميع بقية الحلفاء أنه إذا كانوا مش قادرين يتفاهموا مع دولة صغيرة مثل قطر ويراعوا مصالحها، وهي مصالح بسيطة، يعني المسألة ما تحتاجش هذا كله، يعني مسألة مش إنها شيء مهدد للأمن الاستراتيجي العربي وأشياء من هذا القبيل، للأمن الاستراتيجي السعودي أو الإماراتي، مسألة فقط مسألة عوائل حاكمة ومشاكل احتجاجات تخص عوائل حاكمة. يعني إلى حد الآن أنا لا أستطيع فعليا من ناحية، يعني من ناحية استراتيجية أو من ناحية سياسية، أن أفهم ما هو الخلاف الذي قام بين قطر والسعودية. لا أجد يعني أي مبرر حقيقي للخلاف، يعني أو للعداء. يعني قد يكون هناك اختلافات عادي، كل الدول تختلف فيما بينها، ولكن بهذا الشكل هذا أمر غريب في الحقيقة، ويعطي دلالات للعالم كله أن هذه الدول فعليا ليست دول ناضجة. طيب يعني هذا يدفعنا للتساؤل، ممكن تبنى على عداوات خاصة بعوائل حاكمة وأشياء غير مفهومة، ماذا سيصل للآخرين؟ يعني هل الإمارات هنا دور في ذلك؟ طبعا بالتأكيد. شوف، الإمارات منذ تأسيسها وحتى 2011 كانت دولة لديها فائض ثروة، لكنها لا تقوم بأي نفوذ في الوطن العربي، تكتفي فقط بالنفوذ التجاري والاقتصادي، تسيطر على بعض الموانئ بريشة كما فعلت في اليمن. يعني هناك قضية فساد شهيرة سنة 2008 يعني شركة موانئ دبي العالمية وسيطرتها على ميناء عدن، كانت قضية فساد، هي تعتبر من أسوأ قضايا الفساد في عهد، هو من يعني في عهد علي عبد الله صالح الفاسد، وأنت تخيل يعني حجم الرشا التي دفعت آنذاك. ولكن بعد 2011 عندما احتاجت السعودية إلى شريك يستطيع أن يقوم بمشاركتها في هذه الحرب على الثورة وقيادة الثورة المضادة، قامت بفتح الباب أمام الإمارات للعب دور. طبعا فعلت ذلك مكرهة وليس برضا، يعني ليس برضا تام، لأن السعودية عادة تبحث عن أتباع ولا تبحث عن شركاء، خاصة الإمارات. يعني بينهم كان طوال 30-40 سنة بينهم خلافات حدودية شهيرة وأزمة دبلوماسية. على فكرة كان في 2010 في أزمة دبلوماسية كبيرة، يعني حصل هناك اشتباك عسكري بسيط طبعا بين قوات إماراتية وقوات سعودية، وكانت أزمة عميقة يعني. ولكن الإمارات بعد ذلك عندما بدأت في التوغل في المنطقة العربية وخاصة في البحر العربي والبحر العرب والبحر الأحمر، بدأت الإمارات تتعامل مع السعودية باعتبارها شريكا، وهذا الشريك يفرض بعض سياساته على السعودية. هذا ترافق مع المشكلة الموجودة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية، بمعنى أن السعودية تعاني الآن من ضعف مركب. أول شيء الضعف الإقليمي والضعف الخارجي، أنها لا تستطيع أن تتحمل لوحدها تكاليف
يعني تكاليف حماية النظام العربي من المغرب حتى البحرين. هذا يعني شيء يعني هذا يحتاج إلى على الأقل شريك واحد حتى يساندها في هذا. لا تستطيع أن تتحمل لوحدها تكلفة إشعال حروب أهلية ودعم أطراف في ليبيا، في اليمن، في العراق، في سوريا. لا تستطيع أن تتحمل هذا لوحده، فاحتاجت إلى شريك. هذا الشريك الآن استغل أيضا الضعف الآخر، هو ضعف الأسرة الحاكمة والصراع الذي يتواجد الآن بين الموجود الآن بين الولي العهد الذي يريد أن يصل إلى الحكم بأي ثمن والداعم الخليجي الأبرز له، ويمكن قد يكون الداعم الأبرز له دوليا هو الإمارات. الإمارات الآن تستغل هذا الضعف المركب الذي موجود الآن في السعودية، تعاني منها السعودية، وتقوم فعليا بمحاولة نستطيع أن نقول وراثة الدور السعودي التاريخي. السعودية تاريخيا منذ أيام روزفلت وتحديدا منذ أيام فيصل أيضا بعد 67 أن السعودية هي الوكيل العربي لأمريكا في الشرق الأوسط وخاصة في المشرق العربي. الآن الإمارات تريد أن تلعب هذا الدور وترثه من السعودية، وتقوم بذلك عبر حملة علاقات واسعة موجودة في أمريكا، وهناك أخبار كثيرة وتسريبات البريد الإلكتروني. هذا تعطت فقط التفاصيل، ولكن كلنا كان يعني كل الناس تعرف، يعني إذا راقبت المراقبين كانوا يعرفون أن الإمارات الآن تذهب نحو سياسات جديدة تخص السيطرة على المنطقة. والمشكلة طيب، هذه السيطرة لم تعد سيطرة ناعمة، أصبحت السيطرة تعتمد على قواعد عسكرية. حتى السعودية لم تكن تفعل ذلك، ولكن الإمارات ستذهب أبعد من السعودية وتقوم بإنشاء قواعد عسكرية من إرتيريا والصومال واليمن بإضافة إلى ليبيا. طيب عندما تحدث عن اليمن، أين تتقاطع المصالح السعودية والإماراتية وأين أيضا تختلف؟ يبدو أن التقاطعات بين المصالح غير موجودة في اليمن. يعني في البداية كان الوهم أو يعني الشيء أنه الإمارات دخلت اليمن حتى بين قوسين طبعا تحارب النفوذ الإيراني. بالمناسبة طبعا الحوثيين ليسوا مرتبطين بإيران كارتباط مثل الحشد الشعبي في إيران في العراق. يعني من الناحية حتى من ناحية الارتباطات الحوثيين أقل ارتباطا من إيران في هذا، ولكنهم أيضا جزء من المحور يعني، ويعتبرون هذا أيضا مثلا، يعتبرون المثل الإيراني يعني نموذج يحتذى على كل حال. ولكن بعد ذلك اتضح أن الإمارات هدفها الرئيسي كان من دخول الحرب كان طمعا. السعودية كانت دخولها للحرب جزء منه طمع طبعا، ولكن جزء منه أيضا خوف وحماية لآخر حدودها، يعني لآخر شيء. يعني في الشمال هناك سوريا والعراق مسيطرة تماما، يعني ولبنان، هذه الدول الآن هذا القوس الذي القوس الشمالي الذي يحيط بالسعودية مسيطر عليه تماما من قبل إيران، وسيطرة حقيقية. يعني السيطرة الإيرانية على اليمن لا تقارن بالسيطرة الموجودة فعلا في لبنان مثلا أو في العراق. ووجد أيضا أن هناك الآن يعني ذراع موجودة في الجنوب، فدخلت في هذه المعركة كنوع أخير لابد أن نحسم هذا المسألة. لكن الإمارات لا تعاني هذه المشكلة، ليس لديها هذا الإشكال الوجودي مع إيران، ولكنها دخلت من أجل مصالحها. الآن يتضح للجميع أن لا يوجد تقاطعات حقيقية، يعني لا على مستوى موضوع الحكومة، يعني الإمارات تقف ضد حكومة هادي والسعودية مع حكومة هادي، لا على مستوى الدعم الانفصال والحراك الجنوبي، السعودية يعني تقف موقفا لا نعرف ما هو حتى الآن، ولكنه موقف ممتعض، بينما الإمارات تدفع بكل ثقلها وراءه. الموقف مثلا من الموانئ بالتأكيد، يعني السعودية ليست مرتاحة لما تقوم به الإمارات الآن من سيطرة على الموانئ، لأن هذا الآن هو الأمن الاستراتيجي السعودي المعروف تاريخيا في البحر الأحمر وطريق نقل النفط. هذا كله الآن يظهر لك أنه ما فيش فعلا قواسم مشتركة، كان فقط هناك يعني أهداف مختلفة، وكل طرف الآن يقوم بتحقيق أهدافه. السعودية ضاعت تاهت في الطريق لأسباب ذكرتها سابقا، من أهم أسبابها هو هذا الانشقاق في الأسرة الحاكمة الآن والأزمة الداخلية الموجودة، بينما الإمارات تمتلك مرونة عالية، لديها أموال، فيض أموال ضخمة، ليست لديها يعني حجم جغرافي ضخم، ليست لديها مساحة جغرافية ضخمة بحيث أنها تتعبها، وليست لديها إشكالات اجتماعية ضخمة وطوائف، بالتالي تستطيع أن تتحرك بسهولة وتتقبل بقية حلفائها بصورة أكثر يعني تفهما من السعودية. يعني تعاملها مع مصر أفضل بكثير من تعامل السعودية مع مصر على الأقل يعني في الفترة الأخيرة. أشكرك إذن أستاذ أيمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بمن ينضم إلينا، المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، لا شك أنك اطلعت على الموقف الدول العربية في مسألة التصويت ضد والامتناع
أيضا على قرار لإدانة إيران لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كيف تفسر هذا السقوط ربما إن صح التعبير المدوي للتحالفات العربية في مواجهة التدخلات الإيرانية؟ هو لا يمكن أن أولا أشكرك وأشكر ضيوفك والمستمعين، لكن الحديث عن أن هناك سقوط للدبلوماسية العربية في اتخاذ موقف موحد ربما يعود بدرجة أساسية إلى ضعف التنسيق أو سرعة طرح الموضوع لم يجري الترتيب له بشكل جيد، سواء عبر الذين صوتوا على القرار وعددهم لا يتجاوز الخمسة، والعشرة الممتنعين أيضا عن التصويت، والدول التي صوتت ضد، والدول التي صوتت ضد هي حليفة للنظام الإيراني سواء في العراق أو لبنان، أو هذه الأنظمة التي صوتت ضد هي إما شيعية أو متشيعة بالشكل الظاهري. ربما ما كان يطرح قبل 10 سنوات بدأ يتضح بشكل كامل حول أن هناك صراع لتقسيم العالم العربي إلى سنة وشيعة من الناحية الدينية، وهو ربما صراع يمتد إلى للعصور الوسطى أكثر من امتداده للعصر الحديث. العالم يتصنف على حسب مصالحه لا على حسب طوائفه الدينية بشكل عام، وهذا الأمر ربما يعود إلى ضعف التنسيق أو العمل على الأمر بطريقة مسبقة. ربما طارحي موضوع التصويت زعامة المملكة العربية السعودية والإمارات واليمن والبحرين، هذه الدول التي طرحت المملكة العربية السعودية لم يجري تنسيق كامل أولا على مستوى دول الخليج العربي أو على مستوى دول التحالف العربي أو على مستوى الدول التي غالبية سكانها منهم محسوبون مذهبيا على مذاهب السنة إجمالا، وبالتالي لا يمكن أن يقاش هذا الأمر. لكن الموقف العربي لا زال مختلا، المصالح العربية لا زالت غير واضحة، مسألة الأمن القومي لا زال عبارة عن مصطلح لا يجري تفعيله على الأرض، هناك عشرات من المشكلات والخلافات داخل الأنظمة العربية وهذه هي الكارثة. طيب الآن يعني عندما نتحدث على أن في اجتماع لوزراء الخارجية العرب والجامعة العربية كذلك هناك إدانة لإطلاق صاروخ إيراني الصنع وتهديد الأمن القومي العربي، الجامعة العربية تحمل حزب الله مسؤولية دعم الجماعات الإرهابية في الدول العربية واتهام الحرس الثوري وحزب الله بتأسيس كيانات إرهابية في البحرين، واعتبار أن حزب الله منظمة إرهابية مع تحفظ أو امتناع لبنان على الأقل، هل يصب ذلك في سياق ما تحدثت عليه أم أنه ردة فعل بشكل أو بآخر على الفشل العربي في الدبلوماسية يعني في الأمم المتحدة؟ أعتقد أن هناك إعادة تصحيح لهذا التخاذل الذي ظهر في الأمم المتحدة والذي كان بفعل ضعف التنسيق على مستوى الدول العربية. كان المفترض أن يجري الاجتماع في مجامع الدول العربية قبل التصويت في مجلس في الأمم المتحدة على القرار، وأن يتخذ قرارا عربي موحد أولا ثم يتم عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهذا الوضع الطبيعي لأغلب القرارات التي كانت تسعى بعد الدول العربية طوال الفترة الماضية لإيجاد موقف موحد، أن يتم اتخاذ الموقف أولا على مستوى وزراء الخارجية العرب أو رئاسة الوزراء أو على مستوى التمثيل في القمم العربية، وبالتالي يطرح فيما بعد على منظمة المؤتمر الإسلامي أو يطرح على هيئة الأمم المتحدة. لكن المسألة بدأت من المستوى الأعلى والآن ظهر هذا الاختلال، فتمت الإعادة إلى المستوى الأدنى على مستوى جامعة الدول العربية، وأعتقد أن الموضوع قد يطرح على مستوى قمة الدول الإسلامية أيضا، وهذا نوع من مسألة التطوير، هنالك نوع من التجاوز، هناك نوع من عدم القراءة المنطقية لآلية الأحداث وتراتبها، فاتخذت المواقف بطريقة أظهرت هذا التشكل، فالغالبية ممتنع عن التصويت ومقابل عدد متقارب من صوت معه ومن ضد. طيب في سياق انعكاس هذه في سياق انعكاس هذه الأمور كلها على الملف اليمني الآن، يعني التصريحات السعودية تبدو محذرة جدا من التهديد الإيراني، لكن الأفعال على الأرض
لا يعني لا تعكس ذلك كثيرا، لا تعكس الإلمام فعلا بأهمية يعني انتصار فكرة المقاومة ودحض الانقلاب في اليمن، باعتبار أن هناك ممارسات تشي بذلك. هل هناك شيء ما يلوح بالأفق يمكن أن يعكس حديث الرسمي السعودي حول المخاطر الإيرانية ضد يعني في سياق أفعال حقيقية تجاه التحالف الانقلابي في اليمن؟ أعتقد من خلال الأسبوع الماضي وما تلاه من أحداث وحالة النشاط التي بدأت في بعض الجبهات، بالذات في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية من اليمن، أو الجبهة الشمالية الشرقية التي تبدأ من مأرب الجوف وصعدة حقها، هناك نشاط كبير. لكن في بقية الجبهات ربما الأمر ليس بهذه الحدة، هناك نوعا ما من التغير في أدائية قيادة التحالف، وبالذات في الجانب السعودي هنالك نوعا من الحركة من الاستعداد، هناك نوع من الدفع وهناك خطاب مختلف، وهذا ربما في الأسابيع الأخيرة. لكن طوال عامين كان هنالك نوعا من ما يسمى بحالة الأمواج، أحيانا ما يجري الشد لكن بسرعة ما تنكسر هذه الأمواج وترتخي ويتم التراجع إلى خطوط ما قبل هذه العملية. ربما أن التحالف العربي وبعض أطرافه كانت تراهن أن مزيد من الضغط والهالة الإعلامية قد تقود إلى تفاوضات وقد يقود الانقلاب إلى التسليم، في حين هذه المسألة لم تكن واردة. كانت جماعة الحوثيين والانقلاب هي جزء من مشروع الحرس الثوري الإيراني، ما يسمى بمشروع أئمة الشاشات الذي ظهر سواء في العراق من السيستاني إلى لبنان في حسن نصر الله إلى اليمن في عبد الملك الحوثي. هذا مشروع مكتمل يدير الحرس الثوري الإيراني. هذه المرحلة الثانية من الثورة الإيرانية، مرحلة التصدير. استطاعت إيران أن تضم الهلال الشيعي ابتداء من لبنان وانتهاء بالعراق، فوقت ما يعرف بشمال العالم العربي الشرقي أو منطقة الأنهار العليا لخارج شبه الجزيرة العربية، منطقة الرافدين أو ما يسمى إجمالا بالهلال الشيعي، وحققت اختراقات قوية كتلك التي في البحرين أو ما هو حادث في اليمن، وأيضا في ظل انضمام عمان إلى الدول المصوتة الممتنعة عن التصويت، وبالتالي هنالك نوع من التراخي. هي صوتت بضغط داخل مجلس التعاون الخليجي نفسه بفعل الأقلية الشيعية. هناك حالة خوف وقلق من الوجود الإيراني، لكن هناك حالة قد تتزعمها ثلاث دول، هي كل من المملكة العربية السعودية وهي تأتي في المرتبة الأولى، ثم تتبعها الإمارات وبعدها البحرين، وهذه المجموعة الأولى. وهناك حالة من التراخي تقابلها قطر الكويت وعمان، لكن هذه المسألة ربما الآن تأخذ أبعاد مختلفة. أعتقد أن بعض البلدان في التحالف العربي كانت تعاني إشكالات داخلية وبدأت حسم هذه المسألة، هناك تغير في النظام في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى نوع من الاستقرار، نوع من إعادة الاستقرار، هذا جزء من تطوير الحرب. هناك ربما في لدى الإماراتيين نوع من التخوفات أو الحركة إلى مستوى معين، لكن هناك إشكالية لم يكن هنالك برنامج محدد مجدول زمنيا لآلية العمليات، هناك نوعا من فقدان الثقة إلى حد كبير يظهر من خلال أداء التحالف في بعض القيادات المحلية. نعم أستاذ عبد الهادي. في قيادة الجيش اليمني، وهذا ربما كان سببا أساسيا في عدم الدفع بإمكانيات أكبر برغم وجود طاقة بشرية كبيرة، لكن هناك إشكالية في التسليح والتمويل، وهذه هي الإشكالية الحقيقية التي يعانيها التحالف العربي، عدم وجود خطة من التحالف وعدم وجود خطة من الحكومة أيضا التي لم تتجاوب، عادت بطريقة متأخرة إلى عدم، وكان المفروض أن تعود بشكل مبكر في هذه المسألة. أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا الأستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا من تعز، شكرا لك. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل التحريري والفني، إلى اللقاء.